هذا أكثر حول المستشفى الميداني الأردني وعمله في نابلس. انضم إلينا الآن من هناك مراسلة المملكة نهاد حجازي. نهاد، تفاصيل أكثر حول عمل المستشفى الأردني الميداني نابلس 4 حيث باشر أعماله، وتفاصيل أيضا قدوم المراجعين إليه. نعم طارق، بالفعل هذا هو المستشفى الميداني الأردني 4 في مدينة نابلس، والذي كان قد باشر عمله قبل أشهر، ولما في هذه المدينة من خصوصية خاصة في الآونة الأخيرة، وطبعا الجهد الأردني الحثيث لمتابعة المواطنين الفلسطينيين وتقديم الخدمات اللازمة خاصة الطبية لهم ضمن ما يدور من أحداث يعني موجعة للفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لكن طبعا هذا لا يقتصر على عمل المستشفى، بل هو عمل ميداني متكامل، يعني المستشفى يقدم كافة الخدمات. وطبعا سأترك الكاميرا تستعرض طارق ما هي الأقسام الموجودة في هذا المستشفى. نحن نتحدث عن 10 عيادات في المستشفى الأردني الميداني في مدينة نابلس. من بين هذه طبعا العيادات الأهم والتي عليها كثيرا من الإقبال هي عيادات العظام بحسب ما أكدوا لنا من يعملون هنا في المستشفى، إضافة إلى أن هنالك مختبر، هنالك 3 غرف عمليات منها أيضا عمليات العناية الحثيثة، وأيضا أقسام أخرى واسعة لتقديم كافة الخدمات الطبية. ونذكر أيضا بأن هنالك مستشفى للأطفال داخل هذا، مستشفى صغير طبعا للأطفال داخل هذا المستشفى في مدينة نابلس. في اليوم الأول تم تقديم طارق يعني الخدمات الطبية في مستشفى الميداني الأردني لأكثر من 780 مواطنا فلسطينيا قدموا من كافة المناطق المحيطة في مدينة نابلس بالإضافة إلى المدينة ذاتها. وأيضا يعني واضح أن المواطنين الفلسطينيين ومن خلال الحديث معهم هم يعني مسرورين جدا من هذه الخدمات التي تقدم لهم، خاصة أن هذا المستشفى يقدم خدمات مجانية للمواطنين الفلسطينيين. ومن المعروف أن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وبالتحديد في شمال الضفة سيئة للغاية في الآونة الأخيرة، هذا خفف من العبء على المواطنين، ويعني خاصة أن هنالك أدوية يتم الحصول عليها أيضا دون مقابل من قبل المستشفى. إضافة إلى ذلك يعني الأعداد كبيرة من الأطباء، أكثر من 17 طبيبا في المستشفى، إضافة إلى 42 ممرضا، والطاقم الإداري الموجود هنا والذي يتابع الجهد في هذا المستشفى عن قرب. ويعني واضح أن هذا المستشفى وما يقدمه من خدمات يعني في الآونة الأخيرة بات جزءا مهما للفلسطينيين، خاصة كما قلت في البداية بفعل الأوضاع الصعبة والاجتياحات المتكررة لمدينة نابلس ومحيطها، وحيث أن يعني المواطنين ليس فقط من ذات المدينة يتلقون العلاج هنا، بل من القرى والمخيمات المحيطة في المدينة. نحن نتحدث عن شمال الضفة الغربية المستهدف، وأيضا نؤكد على أن هذا المستشفى ليس الوحيد في الضفة الغربية، هنالك أيضا مستشفيات أخرى، لكن الآن التركيز هنا على المستشفى الميداني في مدينة نابلس.